السلام عليكم. اليوم شاهدنا الجولة التاسعة من مرحلة التتويج. كالعادة التشويق مستمر. مباراة النادي الإفريقي اليوم أمام النادي الرياضي الصفاقسي، النجم الرياضي الساحلي أمام اتحاد تطاوين، في انتظار مباراة الترجي الرياضي غدوة أمام الاتحاد المنستيري. تقريبا هذوما ثلاثة أندية اللي نافسوا على البطولة الموسم الحالي. بالنسبة للنادي الإفريقي زمنا ديما نذكروا بالفريق بداية الموسم، لأنه وراه هي نقطة إيجابية بالنسبة للفريق. النادي الإفريقي المستوى متاعه ما كانش أصلا يخوله باش يتأهل للبلاي أوف، حاليا نلقاو فريق يراهن وبقوة على البطولة. ركزت على النقطة هذه بالذات باش يترفعها الضغط على الملاعبية، اللاعب اللي يترفع عليه الضغط من اللي كان قادر يقدم 60 و70% يصبح يقدم 100 و120%، وهذا بالطبيعة في مصلحة النادي الإفريقي. الملاعبية يلزمها يعرفوا من فريق تأهل بصعوبة للبلاي أوف إلى فريق يراهن على البطولة، يعني عملوا عليهم وأكثر. كان جات البطولة مرحبا بها، كان ما جاتش يلزم بلاصة باش الموسم القادم نلقاو النادي الإفريقي في مسابقة إفريقية. بالعقلية هذه الملعبية كما قلنا يترفع عليهم الضغط ويصبحوا حتى قادرين يفوزوا بالبطولة. أما لو باش يفكروا البطولة وحاليا يلزمنا البطولة ويلزمنا نفسه على البطولة، راهو الضغط باش يرجع بالسلب على الملعبية. هي توا باش نبداو نحكيو بانتصار النادي الإفريقي أمام النادي الرياضي الصفاقسي، ولا بالهدف اللي كان وراء انتصار الإفريقي، واللي بطبيعة الهدف كان وراء حمدي العبيدي. خليونا أخويا نبداو بالهدف العالمي، الهدف الخرافي، ما نحشموش مرة أخرى كيف ما قلنا، هدف خرافي سجله حمدي العبيدي أمام اتحاد بن قردان. كيف اليوم حمدي العبيدي يسجل هدف ممتاز، هدف غاية في الروعة. العبيدي في كل جولة قاعد يأكد راني موجود، في كل جولة قاعد يأكد راني من خيرة المهاجمين في البطولة التونسية، كان ما قلناش أفضلهم. لذاك ناخب وطني جلالة القادري. يا معلم وقتاش باش تفهم روحك وتقدم الدعوة للاعب؟ مش راه قدم له الدعوة السورية، الدعوة اللي قدمتها له فتربس الفارد في مقابلة المنتخب الليبي، قدمت له الدعوة على خاطر نسيت شكون المهاجم اللي تضربها. وكحمدي العبيدي مشى لأكثر الأقل باش نكملوا به الليستة. حمدي العبيدي والمستوى اللي قاعد يقدم فيه مش متاع ملاعبي باش تقدم بيها أو تكمل بيها الليستة. سجل لك يا خويا بلغتنا احنا حوتة في الدربي أمام الترجي الرياضي، سجل لك سيزو أمام اتحاد بن قردان، واليوم يسجل لك هدف خرافي على طريقته الخاصة. القوة متاع حمدي العبيدي فك الكوبا مونديال. يا معلم منين جابوك السبادري؟ لعبي طريقة اللعب متاعو بسيطة برشا، أما في نفس الوقت صعيب برشا شكون ينجمها. ما تحكيش معايا، لا تقول لي اعمل البلاسمون نتاعك يكون صحيح، لا تقول لي يلزمك تخلق فرص، ما تقول لي حد شيء. خويا يعطيني كره في ساقي تو نحط لك الكره في الشبكه، وهذا هو المهاجم القناص. المهاجم القناص راك عمرك لا تحكم عليه تقول له قدمت مقابله كبيره ولا قدمت مقابله متوسطه، قدمت الاضافه ولا المهاجم القناص اللي من ربع فرصه يحطها في الشبكه هو تلقاه في كل مقابله في الفلاش سكور اسمه موجود، وهذا اللي قاعد يصير حاليا مع حمدي العبيدي. قط نصيحة الحمدي العبيدي، حمدي راك بديت مش وصلت. على سبيل المثال نشوفوا آدم قرب، آدم قرب الموسم الفارط قدم مستوى كبير، بداية الموسم كيف كان ممتاز، راه روحوا ان وصل. شوف حاليا مستوى آدم قرب تقريبا يقدم في 10% كان ما قلناش اقل بالمستوى اللي كان يقدم فيه الموسم الفارط. آدم قرب الله اعلم مستقبله مع النادي الإفريقي فين. لذا حمدي العبيدي نعاودوا نقولوها راك بديت ما وصلتش، حط ساقيك في القاع والقادم راهو اصعب، لانه حاليا جماهير النادي الافريقي تستنى فيك باش تهز النادي الافريقي على ظهرك وتقدم بها في الخمسه مقابلات المتبقيه في البطوله. يخص النادي الافريقي مباراته اليوم امام النادي الصفاقسي والخمسه مقابلات المتبقيه في البلاي اوف، راهو بالمشاكل المتواجدة في الفريق وأهمها رفع أو منع رفع الانتداب، كيف ليفيكتيف اللي عند النادي الإفريقي ما تستناش أنه المقابلات متاعه باش تتلعب، لا اليوم تلعبت ولا المقابلات القادمة باش تلعب. مقابلات النادي الإفريقي حاليا قاعدة تتسرق، وخاصة أنه المقابلات القادمة باش تكون أمام منافسيه المباشرين الترجي الرياضي التونسي، النجم الرياضي الساحلي والاتحاد المنستير. لذا ما نستناوش باش نراو النادي الافريقي على خاطره قاعد ينتصر من المقابله في نسخه مانشستر سيتي ولا برشلونه، وفي نسخه التيكي تاكا هي انديه كبيره في القاره الافريقيه وقاعده تصرف في المليارات متاع المليارات
وتجي في ملعبية كبار وما هيش قاعدة توري في كرة مزيانة، فما بالك بالنادي الإفريقي. لذا أهم شيء أنه النادي الإفريقي يعرف إلى حد الآن أو أصبح يعرف كيفاش يقدم مقابلات. مش نعرفوا النادي الإفريقي قد تحسن اليوم حتى وهو منتصر هدفين لصفر، ويخرج اللاعب الجزائري توفيق الشريفي لافيرتيسمون الثانية اللي تساوي ورقة حمراء. النادي الإفريقي قعد هو ما حسيناش النادي الإفريقي متأثر بالنقص العددي. النادي الإفريقي منذ بداية الموسم ممكن لو لعب أمام النادي الصفاقسي وناقص لاعب أقسم بالله رانا شفنا في الدفاع شوارع وكوارث، لكن بما أنه النادي الإفريقي حاليا تحسن قعد يلعب بنفس المستوى اللي كان يلعب به وهو متكامل عددية. صار في غاية الأهمية اليوم، ما نقولكش راهو على خاطر النادي الإفريقي انتصر كان أفضل من نادي الرياضي الصفاقسي، راهو المستوى اللي قدمه النادي الصفاقسي ممكن كان ينجم يغير به نتيجة المقابلة، لكن اللي صنع الفارق بين النادي الإفريقي ولا اللي حدث الفارق بين الفريقين أنه النادي الإفريقي كان أكثر إصرار على الانتصار. بطبيعة اللي يخليك أكثر إصرار على الانتصار هو الوضعية، تختلف الوضعية والأهداف بين النادي الإفريقي والنادي الرياضي الصفاقسي. النادي الإفريقي اللي يقول لك نحب نضمن أول شيء مقعد في الكأس الإفريقية الموسم المقبل، وبعد كان جات البطولة مرحبا بها باش ننافسوا عليها الآخر جولة. لكن فيما يخص النادي الرياضي الصفاقسي، بما أنه النجم الساحلي ينافس على البطولة، النادي الإفريقي كيف ينافس على البطولة، والترجي الرياضي كيف يعني النادي الرياضي الصفاقسي صعيب برشا لو باش يتحصل على مقعد يخوله أنه يشارك في مسابقة إفريقية الموسم المقبل. النادي الصفاقسي ليفكتيف اللي عنده راهو قادر باش يعمل به خير من هكا برشا. انتقلوا حاليا المباراة النجم الرياضي الساحلي واتحاد تطاوين، باش نعطي بعض الارقام تو تفهموا وحدكم. اتحاد تطاوين المقابلة الاولى ينهزم هدف لصفر، ثم ينهزم امام النجم الرياضي الساحلي هدف لصفر، 4-1 امام النادي الافريقي، تعادل وحيد امام اتحاد بنجردين في تطاوين، هزيمة هدفين لصفر أمام الأولمبي البيجي، 4-0 ينهزم أمام النادي الرياضي الصفاقسي، 3-0 أمام الترجي الرياضي التونسي، و 4-0 أمام الاتحاد المنستيري. يعني نحكيه على فريق منهار. النجم الرياضي الساحلي اللي راهن على البطولة الموسم الحالي وبقوة، بما أنه حاليا متواجد في صدارة البلايوف، متعادل زوز مقابلات على التوالي، صحيح خارج الديار لكن أثروا على الكلاسمون متاعو، لا الكلاسمون ما أثروش لكن أثروا على فارق النقاط بينه وبين منافسيه. إيش كلام اليوم ضد اتحاد تطاوين؟ النجم الرياضي الساحلي على أرضية ميدانه يلزمه ينتصر، الكلام ماذا ماشي. المقابلة هذه تعتبر مقابلة تطبيقية، تعتبر مقابلة تحذيرية، تعتبر اللي تحب عليه للمقابلة القادمة واللي هي باش تكون مصيرية للنجم الرياضي الساحلي كيف بقية المقابلات اللي مازالت في البلاي اوف. المقابلة باش تكون امام اتحاد المنستيري في ملعب مصطفى بن جنان. قالوا ثم مقابلات ما فيهمش كلام، تتعادل ولا تنهزم تلقى روحك خارج الركب، تلقى روحك خارج الموضوع، كيف مباراة اليوم اتحاد تطاوين. النجم الرياضي الساحلي اليوم كان ويلزم وينتصر، وهذاك اللي صار في انتظار المقابلة القادمة أمام الاتحاد المنستيري. البطولة ما زالت مشوقة، وكل جولة من هنا فصاعدا، كل جولة النقطة بحسابها. حلقتنا اليوم وفات، حظ موفر أو حظ موفق للنادي الإفريقي النجم الرياضي الساحلي، إن شاء الله نشوفوا البطولة الآخر جولة الحماس متواجد فيها. تحية تونس، تعيش تونس، كلنا تونس، وسلام.